السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانه والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى فآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى قرآن مجيد تلاوت کر رہے ہیں إلى ربك منقلبها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير إنما آخر في بارہ پڑھنے کا بھی صاحب اور اس طرح سے ماشاء اللہ رکھے کتنے سمجھے اور طریقے سے قرآن پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى فأما من جاءك يسعى فهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر كلا ما يقضي ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا قببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض صفا فأنبتنا فيها حبا وعنبا